اتفق معك 100%. يعني استبقت نصف كلامي مما كنت اريد ان اقول. اليوم لا يهم من كتب يا حسام كما تفضلت. اليوم فيه ردة فعل، في جواب صريح، تسجيلهم مؤثرين على رأي على رأي. أحد يستطيع يا حسام أن يكذب عليك ويقول لك ماذا قال صادري في الماضي وصادري اليوم راه يطبق واش تفهمه هو وجمال؟ ماذا تفهمه؟ فهمه باللي تفهمه أنه يريد المعاملة والعمل مباشرة مع رجل وليس بما يسمعه هو من هنا وهنا. وهذا ما أدى إلى وليد صادي، لأن تحبوا لك صراحة، لو رئيس الفار مع رفض يكون فيه رد على هذه المعلومة الغالطة، أنت دوك الجاية دوك بلا قيصر، دوك يريمر بسي كوميونيكي، رئيس الفيدرالي، ياسين سعودان، ثلاث دقائق. أهلا بكم وأمسية طيبة. الإعلامي مؤمن عيد قاسي كعادة يدافع بشراسة عن الناخب الوطني جمال بالماضي، وأكد أن الكوتش بالماضي مستهدف من طرف بعض أشباه الصحفيين الجزائريين. وأكد كذلك الإعلامي مؤمن على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين وليد صادي وجمال بالماضي، وأكد كذلك أن هناك من أشباه الصحفيين الجزائريين من يريدون ضرب استقرار المنتخب الجزائري، خاصة قبل أيام قليلة على انطلاق أبرز البطولات الإفريقية وهي كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.